السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو بيت لكنوز التاريخ، كل غرفة فيه تحمل حكاية وآثار العصور البشرية الغابرة، ما بين البرونزي والحديدي وما قبل الإسلام وعصر فجر الإسلام وصولاً إلى العصر الحديث. مرحباً بكم في حصن ومتحف غرفة كان التاريخي، عنوان وجهتنا لهذا اليوم. يوم السبت 13 من شهر أبريل لعام 2019 ازدانت مدينة خرفكان بهدية أخرى وحلية غالية تمثلت في افتتاح حصن خرفكان التاريخي من بعد إعادة بنائه بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ليضاف إلى رصيد الهبات الإنسانية القيمة التي تعرف الزائر والسائح والمواطن والمقيم على مستوى الغنى التراثي والحضاري للساحل الشرقي لإمارة الشارقة، وتمتعهم بمشاهدة المقتنيات التي تم اكتشافها في المنطقة الشرقية. يعود تاريخ إنشاء حصن خرفكان القديم والذي استمد مواد بنائه الأولية من خامات البيئة المحلية من حجارة وطين وأخشاب إلى فترة الأربعينيات من القرن العشرين، حيث كان يعتبر واحداً من الخطوط الدفاعية الأولى عن المدينة التي تتربع أبراج كثيرة فوق قمم جبالها وتلالها كبرج الرابي والعدوان القريبين من موقعه الاستراتيجي المحاذي لشاطئ البحر، وكذلك كان مقراً لحاكمه الشيخ سعيد بن حمد القاسمي. تم إعادة تأهيل الحصن القديم في ستينيات القرن العشرين ليضم دوائر الحكومة ومنها البريد والكهرباء والماء. الحلو في المكان موقع الاستراتيجي. نعم. يعني جميع المعالم أو معظم المعالم التاريخية تقريباً في نفس هذه المنطقة إلى جانب يعني سوق القديم اللي هو سوق شرق. ما شاء الله. لا وأنتوا حظكم حلو، يعني الجو ما شاء الله اليوم هي صحيح غيم، ويا مرحبا بكم في خرفكان. يعني حياك الله ويانا الأستاذ خلفال حريث. اليوم حلقتنا بتكون حلقة مختلفة، حلقة تاريخية فيها العديد من المعالم التاريخية بنتعرف عليها إن شاء الله من خلال هذه الوجهة وهذه الجولة. الله يبارك فيكم، إحنا نسعد ونتشرف بوجودكم معنا، وإحنا لنا الشرف الكبير إن إحنا نكون مع برامج من برامج قناة الشرقية. ما تقصر أستاذي. اليوم نحن موجودين في حصن خرفكان. لك ذكريات في هذه المنطقة؟ والله لي ذكريات كبيرة، أنا ابن خرفكان. صحيح. وكل ما أمشي فيها وكل ما أشوف الحصن، طبعاً أنا يمكن الحصن كان سابقاً يعني قبل أولد، لكن كثر ما قريت عنه وكثر ما خبرونا الشياب الأوليين عن الحصن وعن المكان الموجودين فيه. يعني الحين نحن موجودين في الردهة الخارجية للحصن. نعم. هذا الحصن يشتمل على العديد من الغرف والعديد من الأقسام. صحيح. تقريباً 5 أقسام، البرونزي، الحديدي وقبل الإسلام والإسلام والعصر أيضاً والحديث. الحديث. نعم. بنتعرف عليه إن شاء الله من خلال هذه الجولة. إن شاء الله. يا مرحبا بكم. هذا الحصن حصن الشيخ سعيد بن حمد القاسمي، بني تقريبا في بداية الألفية، وما قصر الشيخ سلطان حاكم الشارجة يعني بترميمه وإعادة بنائه من أول جديد. نعم. نبدأها من البرونزي. نبدأ من البرونزي. يلا بسم الله. يا شاء الله. يضم حصن خرفكان ببنائه الجديد والذي أتى محاكياً لشكل بناء الحصن الأول بأسواره وفنائه الخارجي 6 قاعات تضم مقتنيات تم اكتشافها وتعود إلى حقب تاريخية بعيدة من العصر البرونزي والحديدي وعصر ما قبل الإسلام والعصر الإسلامي ومقتنيات العصر الحديث المحلية والعالمية المستوردة، كما يضم قاعة للأسلحة القديمة ومكاناً لتخزين التمور أو المدبسة مع الحفاظ على بعض الأدوات القديمة كقناديل الإنارة أو الفنر والمدافع القديمة والبئر وخوابي شرب الماء الفخارية. أستاذ خلفان،
هذا أول قسم اللي هو اللي فيه المقتنيات أو مقتنيات العصر البرونزي. يعني بالفعل مكان هادي، غرفة باردة، إضاءات ممكن تسلط الضوء على المقتنيات الأثرية والتاريخية اللي موجودة عندنا في المنطقة الشرقية وبالتحديد مدينة خرفكان، مكان متكامل. أكيد أكيد. نعم. يعني والشيء الأحلى والأجمل فيه أنه منسق بطريقة تخلي الزائر لما يكون موجود هنا يأخذ المعلومة بالتسلسل، يعني حتى لو مر على شيء معين يأخذ المعلومة مكتوبة بالتسلسل إيجابي. يعني صحيح، غرفة توحي تعطي إيجابية، تخلي الواحد مرتاح نفسيا وهو يطلع على آثار وعلى تحف موجودة. صحيح، يعني والله حتى المقتنيات يعني اللي موجودة فيها الواحد يتعجب. صحيح. كيف كانوا يشتغلون عليها، كيف كانوا ينحتون عليها، يعني مثل ما نشوف بعض الصخور اللي عليها رسومات السلحفاة، الماعز، الكلاب، إلى جانب الثعابين وغيرها من الأمور، وأيضا اللوح اللي تدل أو اللي تعطينا معلومات عن هذه الصخور والأماكن الأثرية. صحيح. ليس فقط في مدينة خرفكان بل أيضا في مدينة كلباء، يعني مثل ما نشوف اللوحة هناك تعدين النحاس في وادي الحلو. صحيح. نعم. الشيء المميز فيها يعني ان هذه الاثار وهذه الرسومات الموجوده تدل على ان الشخصيات اللي كانت موجوده في المنطقه الشرقيه فنانين مبدعين. صحيح. عندهم احساس الفن انهم يرسموا ثعابين او يرسموا مثلا خرفان، لانه ما كانت عندهم ممكن بعض الادوات، ما كانت عندهم، اتوقع ان هاي هي الادوات الحجريه اللي كانت موجوده، فاكيد كانت الرسومات بتكون بالادوات البرونزيه والاحجار البرونزيه. نعم. والجميل ايضا حتى العبارات الموجوده ليست فقط متعلقه بالصخور والادوات اللي موجوده، ايضا في معلومات متعلقه ببيوت خرفكان القديمه. يعني في اللوحه اللي الحين اشوفها امامي يعود تاريخها الى 2000 قبل الميلاد. صحيح. جميع هذه الامور، جميع هذه المعلومات المتعلقه بالمنازل والبيوت ايضا موجودة في حصن خرفكان. موجود كل المعلومات اللي حاب يعني السائح يكون موجود أو الزائر يكون موجود هنا يعرف عن تاريخ المنطقة بشكل كبير، كان سابقا كيف كانوا يعيشوا، كيف كانوا يعني يتعاملوا مع البيئة اللي كانت موجودة. صح. فيها. واللي لفتني أثناء حوارك يعني ومداخلتك أستاذ خلفان، هذه اللوحة اللي موجودة يعني حتى تعرض لنا المقتنيات اللي موجودة سواء كانت في مدينة خرفكان إلى جانب مدينة كلباء. يعني هاي المقتنيات كانت من منطقة الطريف وأيضا مناطق أخرى مثل وادي الحلو وغيرها من المناطق. صحيح. نعم. يعني هي شملت القاعة هذه جميع المناطق الموجودة على المنطقة الشرقية. صحيح. من خطم الملاحة إلى دبل حصن. جميل. يمكن هذه المناطق كلها تم تجميع بعض العينات منها لإبراز يعني هذه الحقبة في المنطقة. نعم. وهذه القاعة متكاملة، أنا بشوفها ما شاء الله ما عليها أي غبار، ما عليها أي كلام، أنا استمتعت فيها صراحة. نروح للقاعة الثانية ونشوف. نتوكل على الله. يقدم المتحف نماذج عن الاكتشافات الأثرية التي نتجت عن أعمال التنقيب على طول الساحل الشرقي، كبقايا حصن قديم وبعض البيوت التي تعود للعصر الإسلامي في أحد جوانب جبال خرفكان، وبقايا ميناء كان مزدهراً قرب منطقة دباء، وكذلك اكتشاف مقبرة فيها هياكل عظمية وقوارير زجاجية وأواني فخارية في المنطقة نفسها تعود إلى القرن الأول قبل الميلاد والقرن الأول الميلادي، كذلك اكتشاف لقن أثرية تعود إلى فترة 3000 إلى 2000 قبل الميلاد خلال العصر البرونزي. تم هدم الحصن القديم في عام 1985 بعد الزحف العمراني واتساع رقعة المدينة، ثم أنجزت أعمال بناء الحصن الجديد خلال 5 أشهر في عام 2019 بإشراف نخبة من مهندسي دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة ليكتمل بهوية حصن يضم متحفاً تراثياً بمساعدة من هيئة الشارقة للآثار، مع الحفاظ على تصميم البناء الأصلي وبعض الأدوات المستخدمة القديمة
كقناديل الإنارة أو الفنر وبئر الماء وخوابي شرب الماء الفخارية. قبل لا ننهي هذه الجولة عاد بسألك أستاذ خلفان سؤال، شو أكثر شيء لفتك في حصن خرفكان؟ والله في الحصن كل شيء فيه مميز، كل شيء فيه جميل صراحة، لكن اللي لفت انتباهي وجود صخرة أنا بعتبرها كوثيقة شاهد لخرفكان من سنة 1843 تقريبا في حكم الشيخ سلطان بن سقر القاسمي، مكتوب عليها محفور عليها أخذنا بلد خرفكان. هذه يعني أنا بعتبرها شيء مميز في هذا الحصن، أتمنى الكل يكون موجود هنا يزوره ويستمتع إن شاء الله. في الأخير أستاذ خلفان الحريتي، استمتعنا برفقتك ويانا اليوم في هذه الجولة وهذه الوجهة وهذه الرحلة في حصن خرفكان، يعطيك العافية. يعافيكم ربي ومشكورين وجزاكم الله خير، ونشكر قناة شرقية مرة ثانية على هذه المبادرات اللي تقوم فيها. هذا واجب. بعد هذه الجولة التي استمتعنا فيها بزيارة واستكشاف علامة تراثية وحضارية وثقافية فارقة في مدينة خرفكان، نودعكم على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى من برنامج وجهة. تقبلوا تحياتنا عائشة الأنصاري وتحيات جميع طاقم العمل، ومع السلامة.